فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أراد إجراء عملية جراحية ودخل وقت الظهر ويعلم أنه لا يستيقظ أو لن يستيقظ من التخدير إلا بعد خروج وقت العصر والمغرب، فهل له أن يقدم العصر مع الظهر جمع تقديم ويؤخر المغرب إلى العشاء جمع تأخير؟ نعم، له ذلك، بل يجب عليه ذلك، يجب عليه إذا يبي يجري عملية جراحية بعدما دخل وقت الصلاة الأولى وتبي تستمر العملية حتى يخرج وقت الثانية، يجمع جمع تقديم، يجمع جمع تقديم. نعم. أما إذا دخل العملية قبل دخول، إذا دخل العملية بعد دخول وقت الأولى، دخل العملية قبل دخول وقت الأولى، ينوي تأخير الأولى إلى الثانية ويجمعها مع الثانية جمع تأخير. نعم.